ուրախ ենք ողջունեն ձեզ Տաթևեր ճոպանուղում, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի։ This one, one of Armenia's most celebrated medieval monks, was constructed in 2010 as part of the Tertiary Revival Project. Ah, c'est peut-être à l'inverse aussi, hein, si tu prends Ménaster. وصلنا إلى المحطة الثانية، رجلنا من تلفريز جاتير بعد رحلة استغرقت 12 دقيقة مع أطول تلفريز بالعالم. هذا دير داتيب، ويوجد فيه أيضا الصولوجان المتأرجح، إن شاء الله نقترب منه ونصوره لكم. وأيضا عندنا تقرير مفصل عن هذا الدير على اليوتيوب. شاهد الهندسة المعمارية قبل عدة قرون كيف كانت، كيف صمدت هذه الكنيسة لعدة قرون. اليوم صراحة خالفنا الخط حتى نزور دير داتيب، وركبنا أطول تلفريك في العالم بعد رحلة استغرقت 6 ساعات. خالفني الخط أكثر أنني واقف الآن أمام الدعامة أو الصولوجان المتأرجح. لكي تعرف ما هو الصولوجان المتأرجح، ادخل على قناتنا، قناة أرارات للسياحة على اليوتيوب، عندنا تقرير مفصل عن هذا الصولوجان وعن هذا الموقع، وإن شاء الله سأنشره، أعيد نشر التقرير على الفيسبوك لكي يتسنى لكم أن تتطلعوا على الخفايا وأسرار دير داتيب. هذه هي الدعامة المتأرجحة أو الصولوجان المتأرجح. فشي مختصر عن هذا الصولوجان. الصولوجان هو العصا الذي يمسكه الكهنة، الكهنة الموجودين في الديانة المسيحية وخصوصا الطائفة الأرثوذكسية. هذا الصولجان كان يتأرجح تلقائيا عند حدوث غزوات على هذه المنطقة، حيث غزت هذه المنطقة الجيوش من مختلف الجهات، السلاجقة والتتر والأتراك، وتم حرق آلاف المخطوطات في هذا المكان، وتم تهريب المخطوطات الأخرى وأخفيت في أماكن آمنة.